مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد مع مصر في اسبوع. بنستعرض اهم ما دار على الساحه المصريه خلال هذا الاسبوع. من ابرز الاحداث، الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مباحثه مع الرئيس السوداني عمر البشير ويؤكد عمق ومتانه العلاقات المصريه السودانيه. رئيس الوزراء يؤكد ان الحكومه تسعى للسيطره على دخول اسلحه داخل الجامعه واحداث الانضباط فيها لحمايه الطلاب والعمليه التعليميه. المتحدث باسم وزاره الداخليه يكشف عن ضبط 8 خلايا ارهابيه والقوات المسلحه تبدا مناوره استراتيجيه تحت اسم بدر. نبدا اول تقاريرنا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي واجرى مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، والتقى بوفد اتحاد الصحفيين العرب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد. نتابع. سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما الاقتصادية وتطورات الملفات الإقليمية قضايا رئيسية ركزت عليها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير. المباحثات تناولت أيضا سبل استغلال معبر قسطلن البري الحدودي بين البلدين لزيادة معدل التجارة البينية وحركة العمالة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، مشيدا بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وفي حديثه لصحيفة عكاظ السعودية قال الرئيس السيسي إن التضامن والترابط بين الدول العربية هو السبيل الوحيد الذي يمكن الدول العربية من مواجهة الأزمات المختلفة. الإعلام بكل مجالاته يشكل وجدان الأمم والشعوب ويضع أمامهم الحقائق ويسهم في التنوير، ومن بين تلك المجالات يبرز دور المؤسسات الصحفية العربية التي تطلع بدور محوري في تشكيل وزيادة وعي المواطنين بقضايا الأمة. هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وفد اتحاد الصحفيين العرب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد. الرئيس أشار إلى أن دقة المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة تقتضي الالتزام بالضمير الفكري الذي يفرض التناول الإعلامي بموضوعية وحيادية تامة، بغية إيجاد ظهير فكري مساند للأوطان العربية في مواجهة ما تشهده من مخاطر تستهدف النيل من مقدراتها. كما شدد الرئيس على أهمية تصويب الخطاب الديني والتأكيد على أن ما تشهده بعض دول المنطقة من أعمال القتل والتدمير ليست من الدين في شيء. وأكد الرئيس أن المنطقة تمر بواحدة من أصعب وأدق مراحلها التاريخية، وأشار إلى أن مصر لا تدخر جهدا للمساهمة في استعادة الهدوء والاستقرار في دول المنطقة. وناشد الحضور الرئيس السيسي لإصدار عفو رئاسي عن الصحفيين الأجانب المسجونين في مصر، فأوضح الرئيس أنه يقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين هو ترحيلهم خارج البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن التعقيب على أحكام القضاء الذي يتمتع باستقلالية كاملة في مصر، فضلا عن أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر نهائيا وباتا ليتمكن رئيس الدولة من إصدار العفو. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يدرك جيدا حجم المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد، مشددا على أنه بالإرادة والصبر والثقة تستطيع مصر التغلب على هذه التحديات. وقال الرئيس السيسي إن المشكلات لن تنتهي في غضون شهر أو شهرين، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت. تصريحات جاءت على هامش حضور الرئيس المناورة البحرية ذات الصواري. كما شهد الرئيس السيسي احتفال القوات البحرية بعيدها الذي يواكب نجاح لنشات صواريخ صغيرة عام 67 في إغراق أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية آنذاك المدمرة إيلات، حيث سطرت القوات البحرية فصلا مضيئا في تاريخ العسكرية المصرية، ورفع علم مصر على عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقوات المسلحة.
وما زلنا نتابع معكم مصر في أسبوع، وما زلنا معكم في استعراض ما دار هذا الأسبوع من أحداث. والإرهاب الأسود بيطل مرة أخرى بوجهه القبيح على أبواب جامعة القاهرة. أيضا مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بيستعرض الموقف التنفيذي لبرنامج الإسكان الذي يستهدف 1,000,000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل. نتابع من جديد. أطل الإرهاب الأسود بوجهه القبيح على أبواب جامعة القاهرة. انفجار بالجزيرة الوسطى أمام كلية الهندسة أسفر عن إصابة 11 شخصا، 4 ضباط بينهم مساعد مدير أمن الجيزة ومجندان 2 و5 مواطنين. هذا وقد كشفت التحقيقات الأولية في الحادث الإرهابي أن الانفجار تم باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت بداخل صندوق خاص بأحد خطوط الغاز الطبيعي وتم تفجيرها عن بعد. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للسيطرة على دخول الأسلحة داخل الجامعة وإحداث الانضباط بها لحماية الطلبة والعملية التعليمية في ظل عدم الرغبة في دخول الشرطة للجامعة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس. وأشار محلب أن الحكومة تبذل أقصى جهد لها وتعمل بجد من أجل الوطن والمواطنين. أوضح محلب أن الأداء الحكومي ربما ليس الأمثل بعد، لكنها تعمل على ضرب الفساد بكل قوة. استعرض اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب الموقف التنفيذي لبرنامج الإسكان الذي يستهدف تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية لمحدود الدخل. كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. ووافق المجلس أيضا على اعتماد 50,000,000 جنيه للقطاع الخامس و20,000,000 جنيه للقطاع السادس من مشروع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. كما وافق المجلس على طلب إسناد عملية تصميم وإنشاء مباني فرع جامعة الإسكندرية بمحافظة مطروح إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالأمر المباشر. شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناسيونال بشأن التفاوض على إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بقدرة 2,300 ميجاوات بمحافظة كفر الشيخ. وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل العمل على زيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الوسائل التقليدية والحديثة كافة. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بنطاق محافظة السويس، واللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بيعقد أول اجتماعاته. وهذه الأخبار والمزيد بنلتقيها من خلال هذا التقرير. تفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الإجراءات الأمنية بنطاق محافظة السويس، حيث اطمأن على جاهزية واستعداد قوات الأمن بالمحافظة وطريق القاهرة السويس الصحراوي، كما اطمأن على تسليح القوات وجاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة. وعن الأوضاع الأمنية في البلاد، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف عن ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 متهما بحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار ومبالغ مالية كبيرة بعدة محافظات. وأوضح اللواء عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للتصدي لتحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وإجهاض مخططات ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية. ويسعدنا أن يكون معنا داخل الاستوديو للتحليل والمناقشة الكاتب الصحفي الأستاذ حسام فاروق، الكاتب بجريدة الجمهورية ونائب رئيس تحرير مجلة الجمهورية.
مجله حريتي بالجمهوريه. اهلا وسهلا بك. يعني يمكن الحقيقه النهارده يوم حزين جدا، واحنا مش قادرين نخرج من الارهاب الاسود، يعني كل يوم تفجيرات، يعني سواء كانت التفجيرات دي بينتج عنها ضحايا او بتنتج عنها ضحايا، سواء هذه التفجيرات بتمر بسلام او بتجهض، لكن كل يوم في تفجيرات، كل يوم في دماء مصريه بتسيل، سواء كان عسكريين يعني في رفح. ربما لم نصل حتى الان الى تفاصيل دقيقه او ارقام دقيقه، لكن هناك تفجيرات اسفرت عن سقوط مصابين وايضا شهداء. فالحقيقه يمكن يكون المزاج العام لينا مليء بالحزن ومفعم بالحزن، لكن كيف تقرأ ذلك في ظل أن هناك ما زال من هناك من يدافع ومن يعني يتكلم في أي شأن يخص التصالح مع الإرهابيين، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كافية؟ بداية عايزين نقدم التعازي للشعب المصري كله ولأسر ضحايا النقطة الأمنية في رفح شيخ زويد اللي استهدفها الإرهاب الأسود قبل ساعات منتصف نهار هذا اليوم، وأعتقد حتى هذه اللحظة الأرقام لم تكن دقيقة أو ليست دقيقة بالوضع الذي يسمح لنا أن نصرح، ولكن قبل الخروج على الهواء مباشرة ربما كان هناك حديث عن 7 شهداء نحسبهم عند الله شهداء و20 مصاب. طبعا دي نقطة أمنية، والإرهاب الأسود بيواصل مسلسل التفجيرات، سيناريو اللي توعد بها سيناريو الفوضى من البداية، من بداية يعني اعتلاء هذا الفصيل الحياة السياسية ودخوله ويعني عزل الشعب المصري لهم من الساحة السياسية، وهم توعدوا بتفجيرات في كل مكان. وطبعا ده بيتناقض تماما مع فكرة الطنطنة بالسلمية ونحن دعاة سلام دعاة خير. الآن هم دخلوا في مرحلة تفجيرات مدنيين، يعني قبل أيام كان هناك تفجير في منطقة الإسعاف وسط القاهرة، التفجير الذي ذكر في التقرير جامعة القاهرة. إذن الشعب المصري ليس بمنأى عن هذه الأفعال الخسيسة الإجرامية الخسيسة، إذن فهم الحقيقة لا عهد لهم ولا وطن لهم ولا يعترفون بالأوطان. يعني احنا كنا هنبتدي بالحقيقه بالمباحثات بين الرئيس السيسي ويعني رئيس عمر البشير، لكن الحدث فرض نفسه للاسف شديد جدا، وكنا نتمنى تكون احداث سعيده هي من تفرض نفسها على بدايه اللقاء. احنا نعود مره اخرى يعني في سياق حوارنا عن التفجيرات او كيف يمكن ان احنا نتعامل مع هذا الملف. الرئيس السيسي في مباحثاته مع الرئيس عمر البشير، كيف تقرا هذه المباحثات؟ وايضا يعني كمان انه كان هناك نوع من انواع التصريح باننا لن نتناول اي موضوعات او اي ملفات خلافيه في هذه المباحثات. طيب خلينا اقول ان زياره الرئيس عمر البشير الى مصر التي تمت الاسبوع الماضي يوم الاحد واستمرت يومين تعتبر مهمه جدا من حيث التوقيت. فقبل الزياره بايام من وقت لاخر تخرج تصريحات من السودان ربما على لسان الرئيس البشير نفسه او على لسان قوى المعارضه، هي تصريحات يعني يمكن ان نصفها بانها مستفزه ومتعلقه بشكل او باخر بالشان المصري، بكون حلايب وشلاتين سودان، حلايب وشلاتين مصرية. هذه الزيارة ربما تكون عودة للتوافق بين مصر بشكل عام وأفريقيا، وهي التي عزلت عنها مصر لما يقرب من ربع قرن. طيب الاختيار كان في منتهى الذكاء لبرنامج الزيارة، برنامج النقاش جوه الزيارة من سيادة الرئيس السيسي أو من الرئيس عمر بشير، أنهم اختار ألا يخوض في مناطق خلاف. طيب خلينا نقول إيه هي مناطق الخلاف للسادة المشاهدين عشان نبقى عارفين اللي بيننا وبين الشقيق السودان. عندنا منطقتين رئيسيتين في الخلاف، المنطقة الأولى وهي منطقة حلايب وشلاتين وهي مصرية صميمة بواقع المستندات وكل حاجة. المنطقة الثانية وهي موقف السودان من سد النهضة الأثيوبي، فالسودان إما أنها تلتزم الصمت وإما أنها تأتي مع الجانب الأثيوبي. ما فيش مرة خرجت السودان وقالت إن السد ده هيعمل أضرار جسيمة لمصر ولينا. طيب دول منطقتين يعني النقاش فيهم في خلاف ربما يكون وجهات نظر، فضل الرئيس السيسي والرئيس البشير أن يتحدث كأشقاء
كأشقاء جوار أن يحاول إعادة العلاقات المصرية السودانية إلى سابق عهدها، وأن يتحدث عن أفق تعاون اقتصادي، تعاون استراتيجي. يعني مثلا كان هناك حديث عن منطقة تجارة حرة بين البلدين، خصوصا أن في معابر فتحت مؤخرا، معبر قسطة الأشكيت المؤخر ده برضو هيساهم في زيادة حركة التجارة بين البلدين. أيضا تحدث عن دور الإعلام، وأنا لا أنسى كلمة الرئيس البشير في ختام لقاء عندما قال كنا زمان يقولون أن الناس على دين ملوكهم، فقال الناس الآن على دين أعلامهم. طبعا نوع من السخرية، أو عايز يقول قد إيه الإعلام بيشكل دور مهم جدا في توعية الشعب أو في حشد الرأي العام تجاه قضية بعينها. فتحدث الرئيس السيسي عن أهمية أن يكون الإعلام إعلام وطني متوازن موضوعي. أيضا الرئيس البشير خرج من القاهرة يعني على حد ما نقلته الكاميرات بأنه سعيدا وحيا الرئيس السيسي. ما نقل بعد ذلك بأن المباحثات كانت على طاولة في خلفها مثلا علم أن السودان، أن حلايب وشلاتين مصرية، فهذه هي موجودة في القصر منذ إنشائه. وكان رد البشير أن الخريطة المصرية التي فيها حلايب وشلاتين مصرية هي خريطة موجودة في القصر منذ إنشائه، وكان رد في منتهى الذكاء. أنا شايف أن إفريقيا التي عزلنا عنها لفترة طويلة جدا كان لابد من العودة. إحنا ربما اللي كان بيربطنا بإفريقيا كأس الأمم الإفريقية في الفترة اللي فاتت، فترة الرئيس مبارك، وده برضو كان في نوع من التعالي والفوقية في التعامل مع ربما أزمة إفريقيا من البداية أنه تم إهمالها من منطلق تعالي، وحصل تراكم في خلال الإهمال تراكم. وعند مثلا 94 لما حصل حادثة أديس أبابا للرئيس الأسبق، كانت بعد الحادثة، كانت في مقدمات قبل الحادثة، ولكن منذ حادثة أديس أبابا ربما العلاقات قد تكون فيها نوع من البرود والجمود. وإحنا نأمل أن للسودان دور في أزمة سد النهضة، خصوصا في اجتماع اللجنة القادم خلال الشهر القادم إن شاء الله. يعني بالحديث عن الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي كان مهم جدا، ولكن هناك عقبات وعوائق ما زالت في يعني طريق التحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان. ويمكن كما أسلفنا أنه لأنه كان في فترة طويلة جدا من الجفاء بيننا وبين القارة الإفريقية، يعني الفترة القادمة كيف يمكن أن نتغلب على هذه العقبات، ده من جهة، ومن جهة أخرى كيف أن يكون للتكامل الاقتصادي والمشروعات الاقتصادية دور في تعزيز الدور السياسي أو الخلافات السياسية أنها تصل إلى درجة يعني نقول أنها مزعجة. يعني خلينا يعني نقول كده زي ما هم بيقولوا في علم السياسة، إن يعني الاثنان وجهان لعملة واحدة، السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، تمام؟ طيب وانه في نوع من انواع المصالح، الاقتصاد ده اكبر مصلحة، وحتى اختلفوا ازاي مين يسبق الثاني، يعني السياسة تسبق الاقتصاد ولا الاقتصاد يسبق السياسة، وانا شايف ان الاثنين بيمشوا بالتوازي. طيب احنا الاول لازم نعيد العلاقات مع السودان، لازم نبرة التعالي دي تزول مع افريقيا كلها، مع افريقيا بشكل عام. لكن خلينا، لان كان في خلاف ان السودان، حتى برضو نقل ان الرئيس السوداني مثلا متعاطف مع جماعه الاخوان، او انه يتبنى الفكر الاخواني، وهو الراجل برضو نفى الكلام ده. طيب تحدثيني عن اقتصاد في السودان وله اهميه؟ نعم له اهميه كبيره جدا. انت عندك جزء كبير جدا من المخطط له ان يكون هناك منطقه تجاره حره تشمل الاستزراع الصحراوي، تشمل تربية الماشية. أنت عندك كم ملايين رؤوس الماشية التي تأتي من السودان في مسألة الزراعة كمان. بالضبط كده. أيضا الصناعات البينية التي تقوم مثلا على أن أنا هعمل تربية ماشية وتسمين، وهناك عندك صناعة الأعلاف، تمام؟ الصناعات برضو لها علاقة بالزراعات الصحراوية، يعني حتى عندنا الجيش بيعمل فكرة انك لو تروحي المناطق الصحراوية الجيش بيعمل فيها مزارع، بتلاقي على رأسها في مصانع للمعلبات من الانتاج الصحراوي. فهي الحكاية كلها ان يذوب الثلج بين مصر والسودان، بين مصر وافريقيا. افق التعاون الاقتصادي مفتوحة جدا جدا، واعتقد انها بدأت خاصة فتح معبر قسطة الاشكيت الاخير، المعبر البري، وده بيسهل جدا حركة التجارة بين البلدين. يعني برضو ما زلنا في إطار لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لقاءه مع وفد اتحاد الصحفيين العرب
وحاجة المواطن العربي للوعي الصحيح بحقيقة الظروف اللي بتمر بها المنطقة. أهمية هذا اللقاء، وأنه خاصة كان في من قبل إشارة بأنه يعني كما ذكر الرئيس البشير أنه الصحافة بتشكل وعي المواطن بشكل كبير حاليا. طيب صحيح، هو خلينا برضو نقول ان اللقاء كان بمناسبه الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد الصحفيين العرب، التقى الرئيس وفدا من اعضاء اتحاد الصحفيين العرب. فكره ان الاعلام الان دوره رهيب جدا، حتى هم ناس في الخارج يصنفوا الثورات ثورات الربيع العربي، يعني يقول لك مثلا ثوره 25 يناير هي ثوره اعلام انترنت، هي ثوره التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. ثورة 30 يونيو وقف جوارها التوك شو والقنوات الفضائية. طيب فكرة الحشد وتكوين وجهة نظر لدى المواطن المواطن الموجود بالظبط كده، والمواطن اللي موجود في البيت في جمهور المنازل ده انت بتقدمي له معلومة، حساسية المعلومة اللي منقولة من حيث الدقة، المصدر، الصياغة، التناول، العرض. هنا يستوي كل وسائل الإعلام، مسموعة، مقروءة، مرئية. يعني أنا برضو الخبر المكتوب ربما على كلمة صغيرة كده أخلي المتلقي أو القارئ يشتت، أو تلوين الخبر، تلوين الخبر بوجهة نظر معينة بالظبط كده الألفاظ. أو يعني مثلا عقب زيارة الرئيس البشير وهو في مصر، في صحف سودانية خرجت بتسيء وإزاي ويروح كلام برضو تسخين للناس اللي في الشارع. طيب خلينا هنا نتكلم في ان الحقيقه ان الرئيس السيسي مدرك تماما لدور الاعلام، مدرك جدا، وهو حتى كان في كل لقاء مع الاعلاميين يقول لك انا بستوصيكم خير بالبلد دي، لان الشخص اللي قاعد خد بالك اغلب الجمهور الذي يحشد هو جمهور اللي قاعد في البيت، اللي هو ما عندوش وقت يقرا، عايز يقعد يتلقى اعلام سواء مقروء او مسموع. حتى الاعلام المقروء الان يعرض من خلال التلفزيون، يعني انا وحضرتك دلوقتي صحافة. بنعرض الصحافه من خلال التلفزيون. فاحنا دلوقتي في حلقه في غايه الاهميه، فاللي انا شايفه ان الرئيس كان لقائه بوفد اتحاد الصحفيين العرب في غايه الاهميه، لانه وضع نقاط فوق الحروف، وكان العنوان الرئيسي ان هو بيقول ان دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن تجاه القضايا المصيرية. يعني أنا مثلا عندي سي مثلا هقول لك قضية رفع الدعم، شوفي قد إيه اتعمل لها تمهيد في الإعلام، وإزاي إحنا كنا بنخسر وتصنيفنا الائتماني، ولو إحنا عملنا كده هيوفر لنا إيه. المواطن اللي هو كان منفعل جدا، أنا شفت بعيني بدأ يركز. يعني انا لو مثلا زاد عندي البنزين مثلا جنيه او جنيه ونص، البلد هيحصل لها خير، هيحصل لها المردود، لا انا موافق. فهمت قصدي؟ فهو ده دور الاعلام في منتهى الحساسيه. والحقيقه الرئيس السيسي ناقش مع وفد الصحفيين العرب موضوعات كثيره جدا في سياق حريه الاعلام، مصداقيه الاعلام، دور الاعلام على مستوى المشاركه السياسيه، انك تدفع الانسان ليشارك وليكون ايجابي مش مشارك سلبي. يمكن الاعلاميين انفسهم بيتناولوا هذا الامر، انه فعلا في وقت من الاوقات صار في نوع من انواع الفوضى، وفي وقت من الاوقات كان هناك يعني القنوات منابر توجيه موجه، وده منبر وده منبر مضاد، ويعني يمكن ده كان واضح بشكل في بعض الاوقات، يمكن في صحيح. 30 يونيو فعلا حتى نفس القناه قناه الاخوان كانت تعتبر منبر ل يعني، وللاسف الشديد كان ده كما لو كان مقنن ان انا خارج عشان اتبنى، ده كما لو كان وحتى هذه اللحظه في قنوات عربيه محرضه. صحيح. يعني في إطار هذا الكلام بننتقل إلى الإرهاب وجامعة الأزهر والإجراءات التي اتخذتها لمنع التظاهر في الجامعة، وخاصة أن العام الدراسي السابق للأسف الشديد كان يكاد يكون أن الطلبة مش قادرين أنهم يتم عمهم أو أنهم يستأنفوا مدرستهم بسبب المظاهرات والإساءة اللي وجهت لهيئة التدريس وللمسؤولين عن الجامعة. هذا المشهد في ظل ما يحدث الآن وهذه الإجراءات، إن شاء الله يعني رئيس جامعة الأزهر أو أحد المسؤولين في جامعة الأزهر بالأمس أكد أنه هو لن يتكرر هذا المشهد ثانية. طيب حضرتك، أنا من حوالي 5 أيام أنا كتبت مقال ونشدت فيه الرئيس السيسي شخصيا بالتدخل، وقدمت أطروحة لنهاية المشهد، أنا عايز أقول المشهد السخيف جوة الجامعات. عبارة عن إيه؟ حضرتك لما تيجي تشوفي الجامعات في أوروبا وكندا وأمريكا ومعظم الدول العالم، في حاجة اسمها وثيقة عقد الطالب،
الطالب اللي داخل الجامعة بيقدم شهادة ميلاد ودرجات اللي تؤهله للالتحاق بالكلية الفلانية، بعد ما بخلص كل الورق الرسمي اللي هو خلاص بقى طالب في الكلية الفلانية خلاص اوكي، بيقولوا تعالى بقى احنا عندنا ايه ورقة هنا، وثيقة باقية بيننا وبينك، حاجة اسمها عقد الطالب. عقد الطالب ده عبارة عن ايه؟ حضرتك ليك عند الجامعة حقوق هي 1 2 3 4، وعليك للجامعة التزامات هي 1 2 3 4. ده دي وثيقة قانونية. طيب خلف يعني انا لو خلفت العهود ديت والالتزامات ديت وخرجت عن السياق هتتعاقب بكذا، الدرجة الأولانية كذا، الدرجة الثانية كذا، الدرجة الثالثة كذا، قانون. طيب عدد اللي بيلتحقوا بالجامعه وعدد، يعني برضه يمكن هو ظروفهم غير ظروفنا، يعني هو ما هو احنا دلوقتي ما بنتكلمش، ده يحدث على فكره في الجامعات الخاصه، هو ما حصلش عندنا غير في جامعات الحكوميه سواء جامعه الازهر علشان أو تمام علشان ايه بقى؟ عشان درست البعد هنا ده بعد اجتماعي، بعد طبقي، الناس اللي في الجامعات فكري. بعد فكري وبعد اجتماعي غريب جدا. انت عندك اللي في الجامعات الازهر والجامعات الحكوميه دول ابناء الطبقه المتوسطه والطبقه كمان تحت المتوسطه، المتوسطه اللي هم بيسمموا بالافكار اللي هي الافكار رايحه لهم لعند بيتهم لعند قراهم لعند اماكنهم لعند الضواحي. الطالب جاي مشحون فداخل الجامعه عارف انه عايز هو بيحارب اعداء الاسلام، تمام؟ طيب مثلا في امريكا يقول لك ان انت عندك اوكي المشاركه السياسيه مطلوبه جدا في ساحه كده معينه، بتاخد اذن وخش اعترض من غير ما تاذي حد خالص، لا تاذي حد حتى مجرد انك تشخبط. ما انا هقول لك على حاجه، الطالب اللي بيخش يكسر في باب الجامعه بربع مليون جنيه، مش دي فلوس حضرتك وفلوسي وفلوس الناس اللي في الشارع؟ معلش يعني الطالب اللي يعني بيسيء، عايزين في نقطة عايزين نرجع لها يا استاذ حسام، وهو ان يعني اشرت انه دلوقتي الافكار بتوصل لهم لحد قريتهم لحد بيتهم في قريتهم. طيب يبقى اذا دلوقتي احنا بنتكلم على احنا قلنا في حلول امنيه وفي اجراءات تم اتخاذها، هل الاجراءات اللي هي تعتبر حل امني مع هؤلاء الطلبه غير كافيه؟ هو يعني المسؤول جامعة الأزهر قال إن إحنا والله بنرحب، يعني ردا على مسألة العقد اللي حضرتك طرحتها، إن إحنا بنرحب لو طالب تظاهر لأي قصور في أداء الجامعة بالنسبة للمواد الدراسية أو في الخدمات المقدمة إحنا بنرحب بهذا التظاهر، لكن ليس من حقه التظاهر من لشأن سياسي. شوف يا فندم، هي مشكلة برضو حتى هذه اللحظة لدى المسؤولين عن التعليم العالي في مصر هي الخوف من القرار مش بس من اتخاذه، بمعنى إن تلاقي إعلامي خارج على قناة خاصة يقول لك الطالب غلبان، طالب ايه اللي بيكسر وبيقتل، وطالبه ايه الحرائر اللي يعرين استاذه الجامعه وصورها فيديو، طالبه ايه دي؟ طب يا جماعه ويخرج واحد اعلامي بعينه ويقول لك ده الطالب هيعمل ايه؟ ده غلبان مكبوت. فيجي بعد كده المسؤول يقول لك اه ده انا لو خدت قرار هيحصل كذا، لا انت جاي تتعلم فوق دماغي من فوق. خلاص جاي بره السياق خلاص اتعامل معاك كمجرم. كسرت انت مجرم. اسأت كده يعني احنا بنتكلم في اطار الحل الامني، ما هو هو هيتسجن تمام، لكن احنا هنحل المشكله. الحل الثاني بقى الحل الثاني اللي هو اللي هو التعديل الخطاب الديني جوه المساجد في القرى، ان انا دلوقتي في مساجد. اعتقد ان الدراسات الازهر يعني الموضوع محتاج تعمق شويه في داخل ما يدرس، بعض اشار الى انه داخل ما يدرس في الدراسات الاسلاميه بعض الافكار المتشدده. طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المناهج في حاجه لمراجعه شديده، ولكن هو للاسف دايما يقول لك رجعنا على استعجال، رجعنا على استعجال، احنا اللي نفتكر ان الدراسه بكره، لا احنا رجعنا على استعجال، دراسه طويله عريضه فمثلا نتخذ القرار من العمل لابد ان احنا بنحارب فكر. تمام بالظبط كده، فهو ده البعد الثاني اللي بيجي بجوار الحل الامني، انا عايز احارب الفكر ده، احارب الفكر بالفكر. انا بشوف المنابر اللي موجوده في القرى، الندوات اللي بتتعمل في القرى، الفلوس بتاعه الجماعه الارهابيه اللي بتيجي من بره علشان تقام بيها احتفاليات في القرى وتجارات في القرى لابناء القرى. انت عندك مثلا لما يبقى واحد في ابناء الريف بتيجي له فلوس يتاجر فيها، فهو شايف ان دول بسم الله ما شاء الله عاملين له خير قوي، فلازم هم دعاة الاسلام، هم دول الخير، ويقول لك لا دي الغنوه الفلانيه دي غنوه اللي بيقتلوا المسلمين، هتسلم الايادي غنوه اللي بيقتلوا المسلمين. يعني لو انت شفت اعترافات الطالب، معلش خليني اقولها في نص دقيقه، الطفل الصغير اللي والده رافع قضيه انهاء حضانه مامته اللي منتمي للجامعه لانها بتقول له بتسمي بيقول له الجيش عدوك، ده الولد الصغير اللي بيعترف الجيش عدوك، الشرطه عدوتك، تسلم الايادي دي اغنيه اللي بيقتلوا المسلمين. شوفي قد ايه الفكر،
أطفال صغيرين. إحنا علينا زي ما ذكرنا في البداية أن الحلول الأمنية قد تكون مفيدة بدرجة ما في دعم، لكن لابد من حل فكري. صحيح. وهذا الحل بيبتدي من، وهو طبعا ليه بعد اقتصادي، لانه البعد الاقتصادي زي ما فلوس بتحركهم. طيب في 43 مليون مصروفين الاسبوع، مصروفين اتصرفوا، يعني مش مثلا جمله، اتصرفوا 43 مليون على شغب الجامعات، جايين بقى قطر وتركيا، فيعني فلوس بتحركهم. هنتقل لنقطة مهمة جدا، وهو نقطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والقانون أيضا الخاص بها، وهذا الشأن لم يتم التوصل إليه في يعني في مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. شوفي، حتى هذه اللحظة الجدل الدائر حول الانتخابات عموما سيكون جدل ناقص لمجرد أن يتم الاتفاق على قانون الدوائر الانتخابية، تعديل الدوائر الانتخابية. هل حضرتك هتخليها بالفردي بس، ولا بالقائمة بس، ولا بالفردي والقائمة زي ما حضرتك قلت مؤخرا؟ طيب النسبة هتبقى قد ايه؟ طيب كل فريق من دول بيقول لك ان الفردي تدخل المال السياسي. طيب الاحزاب لو بالقائمة يقول لك خلاص الاحزاب، وتخش احزاب دينية وتخش ناس مش عارف ايه. فانا اقصد اقول ان انا ارى انه لابد من استعجال خروج هذا القانون حتى نتحدث عن الانتخابات، ويكون لدينا بيانات للوقوف على مناقشات جدية في مسألة الانتخابات. لكن كل مرة بنقول هيحصل. انا رايي، انا شايف بشكل شخصي ان هو ان يكون هناك نسبة للقائمة ونسبة للفردي، ده حل عادل جدا جدا، يعني علشان اتجنب مساوئ ان يكون انتخاب، وان كان في ناس بتقول انتخاب الفردي ده، وانا كنت اميل اليه من فتره، من البداية، ولكن برضو علشان تدي فرصه للاحزاب، اللي هو طب ما تدينا فرصه، بتوع القوام ادينا فرصه، اوكي. فنتمنى انه يخرج للنور عشان بعد كده نخش في المرحله الثالثه من خريطه الطريق. احنا نتمنى ان احنا انها تحدث الانتخابات، و ان الانتخابات تحدث في النهايه، لانها هتكون هذا هو الاستحقاق الثالث، وهذا هو الطريق. والمهم جدا البرلمان ده مهم، يتم انجازه. اي تاجيل واي كلام فيه باي شكل من الاشكال، اعتقد ان هو مش يعني مش هيكون نتائجه جيده على شكلنا في طريق ديمقراطيه ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسام فاروق، الصحفي بجريده الجمهوريه ومدير تحرير حريتي. شكرا يا فندم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، ومصر في أسبوع.